اليوم التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي راهو يعيش ضغط كبير، راهو يعيش إرهاق، أرهقنا في سن عمرية ما زال يحتاج إلى بناء، ولازم لما نبنوه نبنوه بهدوء. الكأس لما تعمره بقوة نص من الماء يدفق، لكن لما نعمره بهدوء الماء يطلع، لكن نشاهده بأنه راه يملأ بهدوء. هكذا التلميذ يجب أننا نبنيه بهدوء، البناء تاعو بهدوء ينطلق من إعادة هيكلة المنظومة التعليمية مثل ما أشرت في البداية. ثانيا التلميذ لما يؤثر في نشاطات لعب ونشاطات لا صفية بصورة بيداغوجية بصورة علمية، لأن النشاط الرياضي هو نشاط فعل بيداغوجي، النشاط الثقافي أو الموسيقي أو البيئي هو نشاط بيداغوجي. ولذلك عندما ندرج هذه الأمور بشكل نشاطات، أولا التلميذ يكون مرتاح، ثانيا يستوعبها بسهولة لأنه راهي تدخل ضمن يعني الطاقة الفيزيائية تاعه والنشاط الفيزيائي تاعه، وهو يلعب وهو يتحرك إذن يتعلمها بسرعة، وبالتالي نحقق الهدف في أسرع مدة ممكنة. التلميذ لما يكون مرتاح، لما يكون عقله مرتاح، لما جسده يبنى يعني بصحة ويعني علمية مدروسة، إذن الطفل يستوعب ويستوعب بسرعة ونحقق الأهداف بسرعة، وبالموازاة يتفرغ لتلك المواد القاعدية الأساسية اللي هي تحقق لنا الأهداف المسطرة في مرحلة التعليم الابتدائي واللي أشرت لها. يجب أن يحسن القراءة والكتابة والحساب والتعبير، ما لازم شيخ الإملاء لازم يكون متفوق في الإملاء، في الحساب متفوق، في التعبير متفوق، في الحوار متفوق. إذن لما يروح لمرحلة التعليم المتوسط يروح وهو جاهز بكل القواعد المطلوبة في التعليم المتوسط. ولذلك نحن نقول بأن للأسف الشديد ما دام ما استعجلناش فتح المجال للتقييم وتشخيص المنظومة، وضع منظومة بأهداف واضحة باستراتيجية واضحة، نظن بأننا نقدر نقول باللي ما زال ما بديناش، نقدر نقول باللي ما بديناش في الجديد الحقيقي فيما يخص المنظومة. كاين جانب آخر يتعلق كذلك بالمنظومة التعليمية، هو منظومة التوظيف، لأن الأستاذ هو أساس تنفيذ وإنجاح المنظومة التعليمية. إذا منظومة التوظيف يجب أن تكون واضحة المعالم. في الثمانينات السلطات الجزائرية فصلت في مسألة التوظيف من خلال المعاهد التكنولوجية وخريجي المدارس العليا للأساتذة، ووصلنا إلى تقريب 100% توظيف في قطاع التربية من خريجي المدارس العليا للأساتذة ومن خريجي المعاهد التكنولوجية. للأسف الشديد في استراتيجية نجهل أهدافها ونجهل من وراءها، غلقت المعاهد التكنولوجية في 2002 وتم التضييق على المدارس العليا، واليوم الجميع يشاهد بأن التوظيف الأساس في قطاع التربية الوطنية اليوم هو عن طريق المسابقة، هو عن طريق الإدماج، عن طريق التعاقد. المدرسة الجزائرية أدخلت في منظومة التوظيف ومنظومة مص البطالة، وهذا نحن نراه لا يخدم مشروع الدولة الجزائرية في بناء مواطن الغد، بمشروع الجزائرية الذي يحدد إلى غاياته ومرامي يجب أن تتوفر في مواطن الغد. إذا ما رحناش نعالج المنظومة، منظومة التوظيف بشكل عملي وواضح وواضح المعالم، توسيع دائرة المدارس العليا للأساتذة بحيث أننا نوضع استراتيجية على 5 سنوات ننتهي من أزمة التوظيف. ثانيا المتعاقدين اللي عندهم خبرات لازم نستفادوا، لأن مسألة التكوين أو منظومة التكوين في قطاع التربية الوطنية نحن أشرنا إليها بأنها لا ترتقي إلى مستوى التكوين اللي يقدر يعالج المشاكل المطروحة على مستوى الأساتذة. ولذلك ضروري أننا نفتح معاهد للتكوين المستمر يشرف عليها متخصصين، تكوين متخصص، تكوين في المجال التربوي والمجال البيداغوجي ومجال طرائق التدريس، لنتدارك النقائص الموجودة في انتظار أن منتوج التوظيف يصل 100% من المدارس العليا للأساتذة.